الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا، والشفاء العاجل لجرحانا، والصبر والسلوان لأهلنا في القطاع الحبيب. بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة أكثر من 3300 شهيد هذا اليوم، وعدد الجرحى أكثر من 13000 جريح. وهذه الأرقام هي أرقام تقريبية وليس الحقيقية، لأن هناك مجموعة كبيرة من الشهداء والجرحى موجودين تحت الدمار ولا يزالوا بانتظار المعدات من أجل أن ترفع عنهم ومعالجتهم أو دفنهم. الانتهاكات في قطاع غزة طالت كثيراً، وفي مقدمتها بالأمس تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني، مما أدى إلى استشهاد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، أي ما يقارب 500 شهيد. وهذه تعتبر من الجرائم النكراء والبربرية التي استهدفها الاحتلال لهذا المستشفى العريق بتاريخه، وهو أول مستشفى في قطاع غزة الذي أسسته قبل 50 عاما من ظهور ما يسمى بدولة إسرائيل. لقد خلفت هذه الجريمة النكراء البربرية مئات الشهداء والجرحى، وهي مجزرة وجريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ولكل المواثيق والأعراف الدولية. ونحن من هنا نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جريمته البشعة اتجاه مستشفى الأهلي العربي والكوادر الصحية به، وأيضا المواطنين الذين كانوا بهذا متخذين من هذا المستشفى مأوى لهم. إن الوضع الصحي في قطاع غزة بات كارثياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أن نقص الإمدادات الطبية الأساسية ومنع إدخالها ونفاذ المخزون للمستلزمات الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية، إضافة إلى الضغط النفسي والجسدي للكوادر الصحية والطبية والإسعافية التي لم تتوقف للحظة عن تقديم خدماتها رغم الإنهاك ونقص الإمكانيات والأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى. وهذا أدى إلى اتباع أسلوب المفاضلة في العلاج نتيجة هذا الوضع الكارثي. يوجد يا إخوان الآن مفاضلة ما بين جريح وجريح، وهذه يعني من إحدى الأمور التي اتخذها على عاتق الكادر الطبي من أجل أعطاء الأولوية لمن نعطي العلاج أولاً، وهذه تعتبر أيضاً كارثة في القطاع الصحي. أما بما يخص قطع التيار الكهربائي ونفاذ الوقود المخصص للمرافق الصحية والذي أوشك على النفاذ، مما ينذري بكارثة صحية مدمرة. هناك أكثر من 4800 مريض في قطاع غزة، من ضمنهم 1034 مريضا يحتاجون بشكل عاجل إلى غسيل الكلى، وهذه غير متوفرة حاليا. كما أن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية الأولية والعاملين فيها تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي وتهديد للبرنامج الوطني للتطعيم بالانهيار. بالنسبة للأمراض غير المعدية، كما تعلمون ثلثاء الفلسطينيين مسنين من الأمراض غير السارية يعانون من الأمراض غير السارية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكتات الدماغية والسكري والأورام. وبالتالي هناك نقص حاد في الأدوية، أو لا يستطيع المرضى أن يصلوا إلى المراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالتالي هذا سينعكس تماماً على الوضع الصحي. كما أن هناك مشكلة كبيرة للوصول إلى الرعاية الصحية والمشافي من قبل المواطنين نتيجة القصف الدائم، وأيضاً نتيجة قصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية. أضف إلى ذلك أن هناك تعطيل من سلسلة التوريد للأدوية، وهذه أيضاً تفاقم الوضع أكثر. أما فيما يتعلق بالأمراض السارية والحالة الوبائية، فإنه نتيجة انقطاع المياه وعدم توفر أدوات النظافة ومستلزمات العناية الشخصية وعدم موائمة منظومة الصرف الصحي وتدهور أجزاء كبيرة منها نتيجة العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الإيواء، الأمر الذي يزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية، وهذه قد تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية والوبائيات.
إضافة إلى ذلك فإن عدم تقديم الخدمات الصحية الأساسية وعلى رأسها كما ذكرت برنامج التطعيم الوطني بسبب قصف المراكز الصحية وصعوبة الوصول إليها وانقطاع التيار الكهربائي الذي يهدد بفساد المطاعيم وظهور أمراض كنا قد استأصلناها وتخلصنا منها منذ عشرات السنوات قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض وعودتها إلى أطفالنا مثل بزوغ من جديد مرض شلل الأطفال والحصبة على سبيل المثال. في ظل هذه الظروف الكارثية والانتهاكات الصارخة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وخرقه لكافة القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والكوادر الصحية فإنني أجدد المناشدة العاجلة لكافة المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتهم لوقف العدوان الغاشم على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل على فتح ممر آمن لإدخال المساعدة الطبية بشكل فوري وعاجل، إضافة بأنه هناك حالة عاجلة من أجل العمل مع إدارة مستشفى المعمداني من أجل أولا يعني الجرحى كيفية التعامل مع الجرحى والجثامين. هذا الصباح أنا اتصلت وبالأمس اتصلت في مديرة المستشفى والمدير الطبي للمستشفى وأخبروني عن الوضع الكارثي الذي يتعرض له هذا المستشفى أو الذي تعرض له جراء هذا القصف، وبالتالي هذا المستشفى يحتاج إلى الدعم الكامل لأنه قدم خدماته منذ قرن ونصف ويحتاج الآن إلى تكميل استكمال خدماته بعد هذا القصف الشنيع والمريب والمعيب من أجل استكمال خدماته للطبقات الفقيرة الذي يعمل بها من خلال رؤيته كمستشفى معمداني. الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا والشفاء العاجل للجرحى. أترككم مع أبونا فادي. تفضل أبونا فادي. شكرا. الذي أنت إيش نائب رئيس؟ بدون خليكي معي. تفضل. أشكر جميع وسائل الإعلام الحاضرة وألف شكر لمعالي وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلي ولطاقم الوزارة ولجميع الأجهزة الطبية والطواقم الطبية التي تعمل في الميدان. المستشفى الإنجيلي الأهلي العربي هو مؤسسة تتبع للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، يرأسها رئيس أساقفة الكنيسة المطران حسام نعوم.